طيب بإذن الله تعالى أجيب الأخت التي قالت أن حينما يطلع الشيطان يقول أثناء الرقية اسمي مكتوب على عرش إبليس. هل هذه حقيقة أم خرافة، واقع أم توهم، هل هو صادق أم كاذب، كيف نعرف ذلك؟ يعني هذا أنا التفصيل قلت من عندي وسأجيبكم بإذن الله عز وجل. الآن اسمعوا جيدا، عالم الرقية يختلف عن عالم الفهم المنطقي المعلوم الواضح الصريح الذي نرى بالعين المجرد. من لا يتسع إدراكه ومخيلته إلى فهم هذا التصور يبقى ضيق في باب العلاج، لأن نسمع من الجن والشياطين أشياء كثيرة. يقول قائل: هل كل ما نسمع من الشياطين نصدقه؟ هناك أشياء تسمى قرائن متابعات، أشياء نسمعها من دول شتى ومن حالات مختلفة كثيرة جدا، نتبع معها مناهج مختلفة فتأتي أكلها وعلاج. اسمع جيدا يرحمك الله، لأن أنا أتعمد أقول هذا الكلام أكرره، لأن سؤالي ستلقاه إنسان ربما يسمع لأول مرة فلا يدخل إلى عقله ما نقول. مفهوم؟ شيء مسلم عندما يتابعني ويعرف الرقية، لكن بالنسبة للإنسان لا يفهم هذه الأشياء يقول: كيف يكتب عرش إبليس يكتب اسم امرأة، من تكون هذه وكيف يكتب يعني على عرش إبليس، وماذا يقصد به أصلا؟ اسمعوني جيدا، حينما تسمع من شيطان أن اسم امرأة كتب على عرش إبليس، اعلم أن تم تعهد إبليسي قوي على اسمها، وأن عليها قيود عظيمة جدا وعلى الجن الذي بداخلها. فهذا هو السر، أنها تدخل في قيد وقفل وسجن وحبس وأصل وتملك الأبالسة الكبار. والذي صعد وتكلم إما أنه واحد من الكبار أو دونهم، وكتابة اسمها على عرش إبليس يقصدون بذلك أنها من الصنف والنوع الذي عليه الأنظار من الأبالسة المقربة، وأن عليها الحراسة، وأصحابها متينة قوية عظيمة. قد يكون في عرش إبليس، في الهرم، في عند الشيطان، على قرن الشيطان، كلها مرادفات واحدة تجلي عظمة إبليس عندهم وعزته وملكه، وبالتالي كأن اسمها حبس ومنع ولا ينحى أبدا. وهل هذا حقيقي؟ هذا عندهم حقيقي، لكن عندنا في الرقية ليس حقيقي. كيف ذلك؟ قد نقر بما قاله ونفهم معانيه ومغزاه، ولكن هل نضع أيدينا؟ أبدا. فوجبت محاربتهم بما ينفع حتى يذعن الكبار، كبير ثم كبير ثم كبير، إلى أن يعلموا أن القوة لله عز وجل، لأن هؤلاء لن يروا القوة في القرآن بداية، وهذا من أسرار الأبالسة. لن يروا القوة في القرآن بداية، أو في السنة بداية، أو في الأذكار، لأن لجنسهم وصنفهم وعدد وتعدادهم وأنواعهم وقوتهم لا تؤثر فيهم تأثر بالغ حتى وإن صليت وقمت الليل بداية. وأنا أعي ما أقول، لست خائفا من أحد ولا أداهن أحد، أتكلم ومعي الحجة والبرهان والأمثلة الكثيرة الغزيرة جدا، أتكلم بثبات. لما؟ لأن بين أيدي أسلحة، ممكن أتحدى يقول لا الآن، قل فلان أنت من الحالة، جي ضرب معها، قل عليها، استنحز، لن يحرك شيئا. سأقول تعال تعلم، قرأت هيك، أنا سآتي بأشياء منها تستنحز بك، قرآن قرآن، انظر ماذا سيحل بها، يلا هل طلعت لك كتاب تفهم معه، ما غير 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 هذا يرجعوا لي هنا،
يجلس عليه ويقول لي ها وانت وكذا، يقول لك اخر ثمره نفسيا. يقول له لا حبيبي هذه مريضه، عالج اخاي، ما غير عالج والو. فكتابة الاسم على العرش أو الهرم أو قرن أو عين الشيطان دليل على تملك هذه السلالة أو هذا الصنف أو هذا البدن في عالم إبليس. فالكبار تملكوها، لهم اتصال بها في ملكهم، في جاههم، في كنوزهم أو في أسحارهم وقوتهم وبأسهم وشدتهم. حتى تزال لابد أنها تكون بإذن الله عز وجل مرابطة في باب العلاج، مرابطة في باب العلاج، صابرة في باب العلاج. وعليك ذلك أن تستعين بعد الله عز وجل بالمقاطع القوية، تستمع إليها بقوة، وعليه أن تنوع العلاج لأن لها قوة، فهم خطير. هؤلاء النوع له فهم خطير، قد يسمع الرقية وقد يفهمها ولكن لا يتأثر بها مرة أخرى. المهم هذا هو الفهم الآن.